ما علينا، فك ستمينا سعودي، عدنا مصر. السيسي أحد من أغلق ممرات الغذاء في وجه غزة وأغلق طرق المساعدات الإنسانية. مصر أغلقت الممرات الإنسانية الذاهبة لغزة بتعليمات من إسرائيل. مصر وإسرائيل تعملان كشركاء في إطار حملة لإغلاق الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة ومصر. عملية تدمير واسعة يقوم بها الجيش المصري للأنفاق على الحدود مع قطاع غزة. إن قوات مصرية غمرت بالمياه الأسبوع الجاري شبكة الأنفاق والتي تخفف حدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ ما يزيد على 7 سنوات. حملة الأمنية المصرية شلت الأنفاق وشرايين الحياة فيها، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة من الوقود الذي كان في طريقه إلى غزة. ينقل عبرها ما يقدر بنحو 30% من إجمالي البضائع التي تصل إلى غزة. واليوم في ظل الإجراءات الأمنية المصرية، فإن عدد الأنفاق التي بقيت تعمل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. إيه، افتهمنا، سيسي حط إيده بيد الصهاينة وقطع الأول ما يعنكم. نعم، إن مصر بقيادة عبد الفتاح جزء من قتلنا، جزء من ذبحنا، جزء من حصارنا. ايه دسني، ليه سووا بيكم هاي الدقة الناقصة؟ ليه؟ غير حماس عافت الدول العربية والخليجية وراحت حطت ايدها بيد ايران، شو منتظر من عبد الفتاح السيسي؟ ابوابنا كانت مشرعة للعرب، لمصر رغم الخلاف معها، للسعودية، لدول الخليج، لشمال افريقيا. نحن كنا نطرق باب العرب، يعني بمعنى اسمح لي اقول لك، طهران كانت تدعونا في الماضي لزيارات متلاحقة، هم يطرق يعني العرب نطرق بابهم ولا يجيبون، بينما الإيراني كانوا بذكائهم شاطرين يتعاملوا معنا بأريحية وبدعم ويرحبون بنا. يعني يقول لك احنا ما خلينا باب عربي ما دقيناه وتوسلنا به حتى يوقف ويانا بس، وماكو واحد منهم فتح بابه انه، او ماكو واحد ساندنا ولو بكلمة طيبة. خليكم مكانهم، شو تسوون واكو عدو يومي يمتد على أراضيكم واسلب ثرواتكم واكو من ماد ايده الكم؟ اقول له امشي واللي كسر بيدك وانتظر اخوي العربي اللي يشوفني يوميا انذبح وانسحل، بلكي يصحى ضميره ويتعطف علي. لو احط ايدي على خدي واعوف المحتل ياخذ ارضي ويسبع ارضي مثل ما يريد.